আল্লাহ পাক সকলকে হেফাজত করেন, সকলে বলেন না আমিন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي خلق الإنسان صلصال كالفخار فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم أعوذ بالله
الشيطان الرجيم بسم الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فيا أيها الغابرون رحمنا رحمكم الله فقد قال